الفيديو ده هنعرف فيه ازاي ندرس تأثير تغير درجات الحرارة على منشأ خرسانة باستخدام الإيجابس. تغير درجات الحرارة ممكن يحصل على المنشآت نتيجة إما لاختلاف درجة الحرارة ما بين خارج المنشأ وداخله، يعني لو الجو مثلا بره حر وجوه المنشأ مكيف، أو العكس الجو برد وأنا مدفي جوه المنشأ ده، أو تغير درجات الحرارة ما بين الأدوار وبعضها، يعني ممكن يبقى دور مكيف ودور تحته غير مكيف، وبالتالي يبقى في اختلاف في درجات الحرارة بين الأدوار يأثر على البلاطة، أو اختلاف درجة الحرارة ما بين الفصول ما بين وقت ما اتصب المنشأ وبعدين بقى خلال حياته وخلال استخدامه. الكود المصري بيسمح بإهمال تأثير الحرارة لغاية طول منشأ ما بين 40 ل 45 متر، ده في المناطق المعتدلة، و30 ل 35 متر في المناطق الحارة. بعد الليمت ده إما إننا نعمل فواصل تمدد، يعني نقسم المنشأ كذا جزء، الجزء منهم ما يتعداش الأطوال المنصوص عليها في الكود بحيث إنه تأثير تغير درجة الحرارة عليه يبقى قليل، أو إن أنا أدرس تغير درجة الحرارة تأثير هذا التغير على المنشأ في حالة إن طوله زاد عن الأطوال المنصوص عليها في الكود. تغير درجة الحرارة نفسه تأثيره بيبقى إيه على المنشأ؟ التأثير الأغلب بيبقى على البلاطات والكمرات، على العناصر الأفقية، ومينلي ده بيكون بسبب إن أنت عندك البلاطة أو الكمرة دي ممسوكة من كذا نقطة بالأعمدة وبالحوائط والعناصر الرئيسية، ومع تغير درجة الحرارة البلاطة دي إما إن هي عايزة تتمدد أو تنكمش على حسب تغير درجة الحرارة ده بالسالب ولا بالموجب. فلو البلاطة عايزة تتمدد والأعمدة والكمرات ماسكاها، هيبتدي يحصل ضغط على البلاطة دي نتيجة إن هي عايزة تتحرك لبره والأعمدة بتردها تاني أو بترد التمدد اللي هي عايز يحصل لها ده. وبالعكس لو البلاطة عايزة تنكمش، لو تغير درجة الحرارة بالسالب، الأعمدة هتمنعها من الانكماش ده، وبالتالي هيتولد تنشن في البلاطة دي أو في الكاميرا نتيجة تغير درجة الحرارة. قيمة التغير بتبقى قد إيه؟ كود الأحمال المصري بياخد التغير ده بالنسبة للمنشآت الخرسانية 20 درجة مئوية و30 درجة مئوية لو المنشأ ستيل. علشان أدرس التغير ده الكود بيديني شوية اعتبارات أخدها معايا في التصميم. الاعتبار الأساسي إن هو بيسمح لي إن أنا أغير قيمة المودلس أوف إلاستيسيتي، معايير المرونة بتاع الخرسانة، علشان اخد في اعتباري تأثير الكريب، وده من الحاجات اللي بتبقى مؤثرة قوي مع الزمن، بتفرق في تأثير تغير درجات الحرارة. وبيقول لي ان انا اقدر اعدله لغاية قيمة 45% من المودلس اوف الاستيستي اللي بيتحسب عادي، اللي هو 4400 جذر اف سي يو، ده اللي بيتحسب من المعادلة اللي هي 2 3 3 1. ف لو انا هعمل موديل اخد فيه تاثير تغير درجات الحراره، بغير فيه المودلس اوف الاستيستي لقيمه 45% من قيمته المحسوبه، وده طبعا بيحسن لي او بيقلل لي شويه الستريننج اكشنز نتيجه تغير درجات الحراره، لان الستيفنس بتاعت المنشا عموما بتقل، وبالتالي الاكسبانشن والكونتراكشن بتاعته والحركه الافقيه بتاعته بيبقى مسموح بيها اكتر شويه، فالستريننج اكشنز على البلاطه بتخف في سنه نتيجة تغير درجات الحرارة. اللود كومبينيشنز اللي بستخدمها لأخذ تأثير الحرارة في الاعتبار هما الاثنين دول، إما 0.8 مضروبة في 1.4 الديد لود زائد 1.6 اللايف زائد 1.4 التمبريتشر، أو 1.4 في الديد زائد التمبريتشر، ده على اعتبار إن المنشأ غير محمل باللايف لودز. ده كده منشأ عايزين ندرس تأثير تغير درجات الحرارة عليه. فأولا الحرارة، مودل الحرارة ما بيتحلش في نفس المودل بتاع السايزميك اناليسيس. السبب في ده واضح، ان انا بغير اصلا المودل اوف الاستيستي بتاع الخرسانة، يعني بغير البروبرتي بتاعت الماتيريال وبغير الستيفنس بتاعت الاستراكشر ككل، فنتائج السايزميك ساعتها بتبقى
ملهاش معنى. فدايما احمال الحراره بتتحل في موديل منفصل، باخد كوبي من الموديل اللي انا عملت فيه السايزميك اناليسيس وببتدي اعمل فيه التغييرات اللي هحتاجها علشان احل على احمال الحراره. اول تغيير هعمله ان انا في الديفينيشن بتاع الماتيريالز هغير المودلز اوف الاستيستي، هاخد 45% منه زي ما الكود بيسمح لي. الحاجة التانية هبتدي أعرف load patterns للتمبريتشر. أنا تغير درجة الحرارة عندي إما هيكون بالموجب أو بالسالب، وبالتالي أنا هعرف اتنين load patterns، واحد هسميه TP مثلا ده temperature positive، واحد تاني هسميه TN لل negative temperature. وكده أنا عرفت إيه الحملين دول. الحاجة اللي بعد كده إن أنا بعرف load combinations علشان آخد تأثير درجات الحرارة. فال load combinations اللي عندي في الكود هما اتنين، يا إما واحدة فيها ال dead وال live مع ال temperature، فهي 0.8 في 1.4 ال dead زائد 1.6 ال live زائد 1.4 ال temperature. هتلاقيني معرفها مرتين، مرة لل temperature negative ومرة لل temperature positive، 0.8 في 1.4 و 0.8 في 1.6 لل dead وال live، و 0.8 في 1.4 لل temperature. و load combination تانية 1.4 في ال dead زائد 1.4 في ال temperature، ادي تعريفها برضو مرتين، مرة لل negative temperature ومرة لل positive temperature. ابتدي احط بقى حمل الحرارة نفسه على المنشأ. احنا بنحط احمال الحرارة على جميع العناصر، فهنختار كده كل ال elements اللي في ال structure، وهنقول assign بالنسبة للفريمات هيبقى frame loads temperature مرة على TP، وهتبقى 20 درجة مئوية، ومرة تانية على TN وهتبقى ناقص 20 درجة مئوية. وهرجع تاني اختار المنشأ كله واساين على البلاطات شيل لودز تمبريتشر برضو نفس الكلام على تي بوزيتيف 20 درجة وعلى تي نيجاتيف ناقص 20 درجة. كده انا ايه حملت المنشأ كله بأحمال الحرارة. طبعا في مدرسة تانية بتقول ان انا لما اجي احمل احمال الحرارة احطها بس على الاسطح المعرضة او الاسطح الخارجية اللي هي بتبقى exposed لأكبر فرق في درجات الحرارة، يعني الروف والعناصر الطرفية، الأعمدة والكاميرات والحوائط الطرفية، لأن هي دي اللي معرضة للإيه؟ لتغير درجات الحرارة. مدرسة صحيحة، المدرسة اللي بتخلي إن إحنا نحط كل الحرارة على كل elements يمكن conservative شوية، أو بتاخد في اعتبارها إنه قد يكون في تغير في درجة الحرارة ما بين الأدوار وبعضها داخليًا، وده ممكن يحصل أحيانًا، إن أنت تبقى مشغل تكييف مثلًا في دور، والدور اللي تحتيه ما مش شغال، مش ساكن، مش مستخدم، وبالتالي يبقى في عندي تغير كبير في درجة الحرارة ما بين دور ودور، فيبقى تغير على عناصر داخلية. أيا كان اللي هتعمله، فدي الطريقة اللي هنأبلاي بيها. آخر حاجة هنعملها في الموديل ده، ودي بقى مهمة جدا في موديلز الحرارة، إن احنا لازم نفصل كل البلاطات والنقط عن اي ديافرامات تكون مربوطة بيها. السبب في ده ايه؟ الديافرام بتعريفه هو بيربط جميع النقط ببعضها بحيث ان هو يخلي المسافات ما بينها ثابتة دايما، الريلاتيف ديستنس ما بين اي نقطة والتانية هتبقى ثابتة في الدور، وبالتالي لو الدور ده ابتدى يتحرك افقيا نتيجة الزلزال هو هيتحرك كله على بعضه، ولكن المسافة ما بين اي نقطة والتانية ثابتة، يعني مش هيحصل اي اكسبانشن او كونتراكشن في العناصر الافقيه، وده عكس تماما تاثير الحراره. الحراره باي ديفينيشن هي بتعمل لي اكسبانشن وكونتراكشن
في البلاطة أو في العناصر الأفقية، يعني بتغير المسافات النسبية ما بين النقط وبعضها في الدور الواحد. فلو أنا حاطط ديافرام يربط النقط في بعضها ومحمل أحمال حرارة، أنا بدي للموديل كده أمرين عكس بعض، ساعتها الموديل مش هيرن أصلا، هيفضل يعمل لوبس في الرن ومش هيوصل لإيه؟ لحل. وبالتالي اللي بنعمله هنا إن إحنا بنختار برضو كل العناصر اللي في الموديل وبن أساين، لو أنت عامل الدايفرام على شيلز يبقى هتأساين شيل دايفرام، ده اللي أغلبنا بيعمله، وهنقول له نن بحيث إن إحنا إيه نفصل كل الدايفرامات. إذا أنت عامل جوينت دايفرام فأنت برضو هتسلكت كل الإليمنتس وتأساين جوينت دايفرامز، وتخليها ايه يا اما ديسكونكت يا اما تقول له فروم شيل اوبجكت، وبالتبعيه طالما كل الشيلز متشال منها الدايفرامات يبقى النقط مش هتبقى ماسكه في دايفرامات. في الديزاين لو حد منكم بيعمل ديزاين للاعمده او للشير وولز من على الايتابز، او بيعمل ديزاين تشيك عليها من على الايتابز، فانت هتخش في الكونكريت فريم ديزاين، في الديزاين كومبينيشنز في الموديل ده، هتشيل بقى كل اللود كومبينيشنز ما عدا الكومبينيشنز بتاعة الحرارة، لأن ده موديل مختص بس لحل أحمال الحرارة ليس إلا. كده يبقى الموديل انتهى، اتحمل عليه كل حاجة، هنشوف بقى ايه شكل النتائج اللي هيوصل لها. نبتدي بقى نشوف النتائج تأثير الحرارة على البلاطات. فلو رحنا لأي دور مثلا الروف هنا، دايما هتبتدي تلاقي انه او يعني اكبر تأثير للحرارة هيبقى تنشن او كومبريشن على البلاطة. احنا يمكن مبنقلقش كتير من الكومبريشن، التنشن هيجي لك اكتر. فلو جينا بصينا دايما التنشن هيجي نتيجة النيجاتيف تمبريتشر او التغير اللي بالسالب الحرارة، لان يعني البلاطة ممسوكة زي مثلا في السباندا، هي ممسوكة بين العمود ده والعمود ده وعايزة تنكمش، فهيبتدي يتولد فيها تنشن في الاتجاه الأفقي كده نتيجة العمود ده والعمود ده بيمنعوها من ايه؟ من الانكماش. هتلاقي دايما التأثير الأكبر للأكسيال فورسز دي إما في السبانات الكبيرة أو عند الإليمنتس الستيف قوي زي الكوار والشير وولز. فلو جينا هنا بصينا مثلا على البلاطة دي على F، دلوقتي بقى هنبص على الفورس الأكسيال F11 على اللود كومبينيشن اللي هي مثلا يو دي ال تي ان عشان تبقى نيجاتيف تمبريتشر تشينج، وجينا نبص كده على شكل الاكسيال فورسز، هتلاقي ان انت عندك دايما فورسز تنشن عاليه قصاد العمود اهي، هنا مثلا جايب 30 كيلو نيوتن بير متر، لو جينا في الحته دي ما بين عمود وكور فجاي لي ايه فورسز عاليه قوي تنشن قدام برضو العمود ده لان قدامه سبان كبير والعمود برضو ستيف ابعاده كبيره، وهكذا عند الشير وول دي كذلك في عندي فورس اكسيال تنشن عالي. تيجي انه في اللود كومبينيشن بتاعه الحراره الديد لود واللايف لود بياخدوا لود فاكتورز اقل مضروبه في 0.8، او بيبقى عندي كومبينيشن تاني بيبقى فيها الديد بس من غير ديد ولايف، فهتلاقي دايما البندنج مومنتس اللي جايه على القطاعات نتيجه كومبينيشنز الحراره اقل من المومنتس اللي جايه من الجرافيتي لودز. يعني مثلا لو جينا بصينا هنا على M11 على الكيس بتاعت الحرارة، هنلاقي انه عند العمود ده جاي لي مومنت، او نزوم ان شوية كده، هتلاقي ان عندك مومنت حوالي 98 نيجاتيف 98 او 99 كيلو نيوتن متر، ولو رحلنا شوية لو احنا بنعمل افريجنج هنلاقي نفسنا بننزل لحوالي 50 بعد مسافة معينة من العمود. لو جيت بصيت على نفس العمود ده بس على الكيس اللي هي Ultimate Dead Life اللي هي 1.4 Dead زائد 1.6 Life، هتلاقي ان المومنت هنا حوالي 130 بدل ال 90 او ال 99، وبتوصل هنا لسبعينات بدلا من ال 50. فهي صحيح في اكسيال فورس بتعلى بس المومنت بتقل. فايه اللي بنعمله؟ ان احنا بعد ما بنصمم البلاطه على الاحمال الرأسيه بنبتدي نرن الموديل على الحراره ونصمم القطاعات بتاعه البلاطه اللي هي عندها الاكسيال تنشن عالي
اللي بنتوقع دايما ان هي بتبقى في السبانات الكبيره او عند الاليمنتس الستيف زي الاعمده والكور، بنبتدي نصممها اكسنتريك سكشن على مومنت مع اكسيال تنشن، ونطلع الحديد اللي هي محتاجاه ونقارنه بالحديد اللي طلع من الكيس الفيرتيكال. اذا كان الحديد ده كافي يبقى تمام، اذا كانت محتاجه اضافي زياده علشان تقاوم الاكسيال تنشن ده فممكن نزود ساعتها حديد زياده علشان نحل الجزئيه دي. بكده يبقى تأثير أحمال الحرارة اتاخد على المنشأ وعرفنا ازاي بنحله. الكونكلوجن كده سريعا، في الموديل انت بتحتاج تغير المودلس اوف الاستيسيتي تضربه في 45%، تلغي كل الديافرامات، تعرف كيسز وكومبينيشنز للتمبريتشر، وتستخدم الكومبينيشنز دي بس للديزاين في الموديل ده بخلاف غيرها. التمبريتشر مين اللي بيولد لي اكسيال فورسز قرب الاعمده والشير وولز الكبيره، بحتاج ان انا اصمم ساعتها القطاعات على بندنج مومنت مع قطاعات البلاطه على بندنج مومنت مع اكسيال فورس، والحديد اللي طالع منها اذا كان الحديد اللي جاي لي من الجرافيتي لودز يوفيه كان بها، ما كانش يبقى هحط له حديد اضافي.